معك كابتن يوسف خميس وعن هذا التجمع المنتخب السعودي وهذه التشكيلة وهذا يعني المنتخب الذي سيشارك يعني أسماء جديدة في بطولة خليجية الجميع يعرف عنها أنها بطولة تنافسية خصوصا في المنطقة عندنا. شوف أنت يعني إحنا كلنا فرحنا بعودة المنتخب الكويتي اتحاد الكويت لكرة القدم بالمشاركات ورفع الإيقاف عنه، ولكن أيضا هذا يترتب عليه التزام الاتحاد السعودي، لأن بطولة الخليج احنا نعرف أنها بطولة غالية على قلوبنا، وخصوصا أننا نفرح بالمشاركة فيها الآن بعودة الرياضة الكويتية إلى المشاركات الدولية ورفع الإيقاف، وهذا شيء يفرحنا ويسعدنا جميعا كخليجيين. حيكون في التزام على الاتحاد السعودي على الرياضة السعودية خصوصا كرة القدم، ان المملكة العربية السعودية احد الاطراف المهمة فلا بد انه من المشاركة. ولدينا ارتباط كأس العالم، صحيح، يعني احنا نقول ان شاء الله نستفيد من هذه الفرصة في اكتشاف لاعبين ايضا ممكن يسندون المنتخب الاول في المشاركة الاهم على مستوى العالم. يعني افهم كلامك ان اختيار منطقي، ويعني لاكتشاف وجود جديد طبعا انه ممكن انها تساعد المنتخب الاول في البطوله القادمه من خلال بطوله الخليج، لانه يكون اللاعب على المحك، صحيح، على خيار رسمي. ودائما بطوله الخليج كابتن يوسف يعني دائما نشاهد انها تبرز لنا النجوم، نتكلم عن نجوم كثيره تبرز من خلال بطوله الخليج. في السابق عندما كان الاهتمام الاول فيها، احنا الان خلنا يعني الارتباطات الدوليه والرزنامة حقت كاس حقت الاتحاد الدولي الفيفا فيها ارتباطات وفيها مشاركة. المنتخب السعودي احد المنتخبات اللي عول عليها الكثير في بالنسبه لاسيا، حيكون عندك ارتباطات، الارتباطات هذه بالنسبه للانديه وبالنسبه للمنتخبات اعتقد انها مزعجه كثير. لسبب ان اللاعب يوصل مرحله ارهاق فيحتاج الى راحه، وعندنا اولويات ولك اولويات طبعا ما في مشكله، الاولويه الان كاس العالم، بس الحدث التاريخي والاهم والمهم بالنسبه لنا واللي سبب تطور الكره في منطقه الخليج كلها اللي هو كاس الخليج منتخبات، فلا بد ضروره من المشاركه، وخصوصا ان احد الاضلاع المؤسسه لهذا التجمع المملكه العربيه السعوديه، فلا بد من المشاركه، وان شاء الله نكتشف فيها لاعبين يكونوا النواة للكرة بإذن الله. طيب أخليك تريح شوي وتشرب موية كابتن يوسف خميس، وصحة إن شاء الله. وأرحب بالأستاذة جمال العلي من الدمام.